مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. من الجميل أن يقدم الإنسان ما يعده ثمينا للآخرين دون انتظار أي مقابل أو عائد مادي، إذ لا يوجد ما هو أغلى من الوقت والجهد والمال لتقديمه للمجتمع، خصوصا في حالة الحرب والأزمات. فأن يهب الإنسان جزء من وقته أو ماله أو جهده فهو في عداد المتطوعين الساعين لخير المجتمع والإنسانية، حيث يعد العمل التطوعي ركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات. بالأمس أحيى العالم اليوم العالمي للعمل التطوعي، حيث أقيم حفل تكريم المتطوعين العرب في العاصمة المصرية القاهرة، واحتل اليمن المرتبة الأولى، إذ فازت مبادرة مخبز أبو ألف كأفضل عمل تطوعي لهذا العام على مستوى الوطن العربي. في حلقة هذا الأسبوع سنتناول أهمية العمل الطوعي أثناء الحروب والأزمات، ما أبرز الصعوبات التي يواجهها العمل الطوعي في اليمن. أما في المحور الثاني من الحلقة فسنتناول موضوع المشاورات اليمنية الحاصلة في السويد، حيث عقدت الجلسة الأولى منها هذا اليوم. نناقش ما الذي ينتظره اليمنيون من هذه المفاوضات، وهل ستأتي النتائج هذه المرة مبشرة على عكس المفاوضات السابقة. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع التقرير التالي الذي عده الزميل عمر النهمي عن المحور الأول في هذه الحلقة. والحرب يتخذ العمل الطوعي أهمية كبيرة، لكنه في حالة الحرب يتخذ طابعاً أكثر أهمية. فالحرب التي تجلب الدمار والحصار والنزوح والتدهور الاقتصادي والمعيشي والكثير من المشاكل معها تجعل المجتمع أكثر احتياجاً للتكافل الاجتماعي والعمل الطوعي منه في حالة السلام، وذلك بسبب انقطاع دخل الكثير وتعطل جزء كبير من مؤسسات الدولة الكفيلة بتقديم الخدمات. يتخذ العمل الطوعي شكلين: الأول يكون عملاً طوعياً منظماً كالمبادرات الشبابية والمؤسسات الخيرية، وقد ظهر هذا الشكل منذ بداية الحرب، فتأسست مبادرات عدة في عموم محافظات الجمهورية، تخصصت كل واحدة منها بتقديم خدمات مختلفة، وظهرت مبادرات لتقديم المعونات للنازحين، ومبادرات لتنظيف الشوارع، وأخرى لتوزيع السلل الغذائية للمحتاجين. لكن الشكل الأكثر أهمية في العمل الطوعي يتمثل في العمل الفردي، والذي ساعد الكثير من المحتاجين بشكل كبير على مقاومة الظروف الصعبة التي رافقت الحرب، كمساعدة الجيران والأقرباء بعضهم، والمساهمات التي يقدمها الميسورين من أبناء المجتمع للمحتاجين منهم. لكن العمل الطوعي في اليمن يواجه عوائق كثيرة، أبرزها قلة الوعي في الوسط الشبابي وعدم قدرة الكثير منهم على التخطيط لتنظيم المبادرات، بالإضافة إلى صعوبة حصول المتطوعين على دعم مادي من قبل التجار لتنفيذ مشاريعهم. ورغم هذه الصعوبات، تبقى المبادرات ضمادة قد لا تداوي كل الجراحات التي تسببتها الحرب، لكنها تساهم في مداواة الكثير منها. إذا تابعنا هذا التقرير عن المحور الأول، ولدينا اتصال في البداية الأخ محمد اللوتيري من تعز. أهلا محمد. أهلا يا غالي. محمد، بالتأكيد أن هناك أهمية للعمل الطوعي خصوصا في الأوضاع العادية، لكن تزداد أهمية العمل الطوعي ربما في وقت الحروب والأزمات. لو تحدثنا عن أهمية العمل الطوعي أثناء الحرب والأزمات، وأيضا كيف يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع؟ طبعا للعمل الطوعي أهمية كبيرة في المجتمع، كما أشرت أنه العمل الطوعي أهمية في الأيام السلبة وفي الأيام العادية، فازداد أهميته خلال الحرب عندما تغيب الدولة وتغيب الخدمات العامة وتزيد معاناة الناس. العمل الطوعي يساهم في تخفيف معاناة الناس من خلال الأنشطة التي تقوم بها المنظمات أو المبادرات أو الشباب. فهذه الخدمات التي يقدمها الشباب من مساعدات من للأسر المحتاجة، من مساعدات غذائية، من مساعدات عينية، هي تخفف من معاناة الناس وتعزز من التكافل الاجتماعي فيما بينهم. طيب، أنت تعمل في المبادرات الشبابية، ما هي النصائح التي تواجهها للشباب، وأيضا ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟ أنا أتمنى كل الشباب في على مستوى اليمن أنهم يستمروا في تقديم العمل التطوعي وتقديم الخدمات إلى الناس. معاناة اليمنيين لا تخضع على أحد، وخاصة ونحن كشباب اليمن ونستشعر هذه المعاناة، يجب أن نكون المبادرين والمتطوعين أكثر في التخفيف من معاناة الناس على مختلف الأنشطة التي من الممكن أن نقدمها.
طيب طبعا في العمل التطوعي هناك عدد من التحديات اللي تواجهنا. طبعا احنا في محافظه تعز خصوصا خلال السنوات الماضيه في عملنا في المبادرات الشبابيه وفي المنظمات واجهتنا العديد من الصعوبات، كانت ابرزها عدم وجود الجهات الداعمه، عدم وجود التمويل، ازدياد معاناه الناس وخاصه مع الحرب ومع الحصار الذي مرت به محافظه تعز. فتفاقم معاناه الناس وعدم وجود الداعمين كانت من صعوبه كبيره تواجهنا. ايضا التهم التي كانت توجه ومحاوله تسييس الاعمال التطوعيه والاعمال الخيريه وتغييرها لصالح طرف او طرف اخر جعل الناس ياخذون صوره مغلوطه او صوره خاطئه عن العمل الطوعي تسيء اليه. طيب محمد، كيف تقيم أنت العمل الطوعي في اليمن بشكل عام، حجم العمل الطوعي والمبادرات؟ هناك من يرى أن هناك الكثير من المبادرات الشبابية لكن فعلها في الأرض والميدان قليل وتأثيرها. طبعا بالعمل الطوعي في اليمن حتى عام 2014 كان عمل خفيف جدا، وتقريبا نستطيع أن نقول أنه عمل غير مشهور، لكن مع بداية الحرب من 2015 وحتى اليوم تشكلت العديد من المبادرات في كل المحافظات، بلغت تعز ما يزيد عن 400 مبادره شبابيه. بالنسبه لما يتحدثون عنه عن المبادرات وانها لا تقوم بشيء، طبعا المبادرات الشبابيه هذه مبادرات غير مدعومه وغير مموله من اي طرف ومن اي جهه، فالاعمال التي تقدمها هي اعمال طوعيه. احيانا اعضاء المبادره والمبادرات الشبابيه هذه تتكفل بالمبالغ او تفرغ المبالغ للمبادره نفسها او تبحث عن تجمع تبرعات من اماكن، تجمع التبرعات التي تجمعها هي تبرعات بسيطه يا الله تجيب الغرض. يعني فلا نستطيع ان نوقف اللوم على المبادرات الشبابيه وعلى الاعمال التي تقوم بها، فليست هي ليست منظمات تتلقى الدعم من جهات اجنبيه او من جهات رسميه، منظمات هي مبادرات شبابيه تقوم بعمل ما تستطيع، يعني هو لا نستطيع. شكرا لك محمد. اتصال آخر، عمار مرشد وهو ناشط في المبادرات الشبابية ينضم إلينا من مصر. أهلا بك عمار. مرحبا سامي، تفضل. عمار، أنتم أحد المشاركين والمكرمين في الفعالية التي أقيمت أمس في العاصمة المصرية، كيف هي الأصداء كانت في هذه الفعالية وفي هذا الحدث عن العمل الطوعي لشباب اليمن بداية؟ والله كان في اهتمام كبير بصراحه للوفد المشارك من اليمن وبالاصح للسابق الوفد اللي هو انا من اليمن. كان في اعجاب كبير للمبادرات اللي بتشتغل في اليمن واثارها، لانه اثار المبادرات وقصص النجاح اللي بتحصل كانت توصل للدول الخارجيه، يعني مش بس في اليمن. فلقينا صراحه يعني تفاعل كبير واهتمام من السفاره نفسها والسفاره المستقبليه. انا شخصيا في مطار القاهره ورجل الاعمال كمان حسام ثابت حصل باشياء كثيره موجوده في القاهره. الاعجاب الكبير للمبادرات والمشاريع الشبابيه اللي بتحصل الان في ظل الصراع في اليمن من كل المشاركين في المسابقه كان كبير جدا، يعني وحتى كان في اصدقاء من العراق واصدقاء من المغرب ومن سلطنه عمان ومن الاردن، كانوا يتكلموا عن اصدقاء لهم بيشتغلوا في المجال التطوعي في اليمن وعندهم مشاريع كويسه. ففي سبق، في اثر. طيب الأهم، كيف سينعكس هذا الاهتمام والحفاوة التي قوبلت بها المبادرات والشباب العاملين فيها في هذا الحدث؟ هل ربما تتلقون دعم أكثر من المنظمات المعنية والمهتمة؟ شوف سامي، عشان أكون صريح معك، يعني مستحيل أن المبادرات الشبابية تلاقي دعم كبير، لأنها تتكلم عن مبادرة ما فيش لها تنظيم قانوني ولا شرعي في النظام الأساسي في الحكومة، مبادرة ما عندهاش ترخيص، ما عندهاش أي أشياء رسمية، بتكون التمويل الخاص ما هي فقط تمويل تنفيذ مشاريع، بتكون عينية، يكون صعب جدا انك تمول مبادرة، مع انه في مبادرات جدا منظمة ومبادرات جدا كويسة تحتاج لتمويل كبير، بس القانون يمنع انه مبادرة شخصية او مبادرة بدون ترخيص بدون مقر بدون نظام اساسي تحصل على تمويل على مستوى كبير. لكن مثل هذه المسابقات، مثل هذا التكريم، مثل هذا الاهتمام من الجهات الحكومية او من الجهات الخارجية او من الجهات الدولية، هو اللي بيحفز المبادرات انها تلهم مبادرات ثانيه. انا ما كنت اقصده ربما في اطار ما يعرف بتشبيك العلاقات، يعني اذا كانت هناك منظمات مهمه حاضره في حدث كالذي كان امس. لا اكيد كتشبيك من جانب العلاقات تبادل الخبرات وحضور دورات تدريبيه والى اخره، او تمويل حتى بسيط، يعني تمويل على مستوى بسيط ما ياثرش على القوانين في اليمن. بالعكس حصل جدا، يعني حتى انا خرجت
وفي مبادره مع الاردن وفي مبادره كمان مع العراق، شبكنا مع بعض على اساس ان احنا نمثل المشاريع ونتبادل التجارب والخبرات. ومثل هذه الفعاليات بالعكس هي بتكون اشياء كويسه جدا ان الشخص المتطوع او الشخص اللي بيشتغل في العمل التنموي يبدا يشبك، لانه الراس المال العمل التطوعي والشباب والمبادرات والتشبيك والعلاقات اكثر من المال. فالعلاقات والتشبيك بتسهل تنفيذ اكثر من نشاط، بتسهل تنفيذ اكثر من فكره، بتسهل قصص نجاح من دول ثانيه وبتطبقها على بلدها. هذا هو راس المال الكويس بالنسبه للعمل التطوعي والشباب. شكرا لك عمار مرشد من مصر. اتصال اخر من اب محمود حسن. اهلا بك اخ محمود. حياك الله عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. محمود، بالنسبه لك كيف تبدو اهميه العمل الطوعي في الوضع الحالي الذي تمر به البلد في وضع الحرب والازمه الحاصله الان؟ طبعا العمل الطوعي في بلادنا على وجه الخصوص وعلى مستوى العالم الثالث يعتبر شيء واجب، وخاصة على الشباب في هذه المرحلة، لأنه الأمة الإسلامية وبالذات الشعب اليمني يعاني من أزمة خانقة وشحة الموارد، ولذلك صار العمل الطوعي والعمل الخيري لهذه البلد شيء مهم جدا لمواساة المحتاجين والفقراء والمساكين وغيره، وخاصة النازحين من المناطق التي يوجد فيها حروب. طيب برأيك ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه اليوم العاملين في المجال الطوعي في اليمن؟ كلة العاملين أصلاً هذه من جهة، إضافة إلى وجود العراقيل من بعض الأطراف المتسلطة، إضافة إلى المبادرة الذاتية من كثير من الشباب ضعيفة بسبب أنه التخوف موجود و عدم الاستشعار لأهمية وأجر العمل الطوعي في هذه المرحلة بالذات لا يبدو واضح لكثير من الشباب بالذات، ولذلك حيث لا تصعوبة، إضافة أن هناك الدول المانحة لا تصل يعني دعمها إلا لجهات معينة وعبر منظمات معينة، لا يستطيع حتى بعض الشباب الذين لديهم طاقة العمل أن يستفيدوا من منظمات لكي يوصلوا خيرها لكثير منهم من الذين تضرروا بسبب هذه الأوضاع. شكرا لك محمود حسن. اتصال آخر، خديجة المجيدي. أهلا بك خديجة. حياكم الله وبارك الله فيكم. خديجة، كيف تلمسي في المنطقة التي تتواجدين فيها الأعمال التطوعية والمبادرات الشبابية؟ هل لها دور فعال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة سهيل على برنامجها وأيضا استضافتها للممثلين عن الأعمال الطوعية في التطوعية في مدينة تعز وأيضا في الجمهورية اليمنية. نحن هنا في مدينة تعز، المدينة المحاصرة والمدينة المنكوبة، أيضا نعاني من الدور الحكومي، فقامت الكثير من المبادرات الشبابية لتغطية العجز الحكومي، فكان لها دور بارز في تفقد أحوال المواطنين، خاصة في مناطق التماس وأيضا في مناطق الاشتباكات، من ناحية توفير السلل الغذائية وأيضا من ناحية توزيع المبالغ النقدية وأيضا كذلك الماء المتوفر، سواء كان الماء المستخدم للشرب وأيضا الماء المستخدم للاستعمال المنزلي. فغطت الكثير من الاحتياجات لدى المواطن، وايضا لكنها لم تقم بالكثير من بالدعم، لعدم وجود الدعم الكافي من قبل المنظمات الخارجيه وايضا الدعم الحكومي الغائب عن دوره في مدينه تعز. طيب أنت حصرت ربما الصعوبات فقط في عدم حصولها على الدعم، أم أن هناك صعوبات أخرى تواجه المتطوعين وأصحاب هذه المبادرات؟ نعم، صعوبات الدعم وأيضا صعوبات النزول الميداني. لدينا سكان في مناطق التماس القناصة متواجدون، هناك المواطنون أحيانا أصحاب المنظمات يقولون نحن لا نريد أن نخاطر بأنفسنا إلى مثل هذه المناطق، فتجد المواطن
من كبار السن العجزة. فهنا أيضا من ناحية النزول الميداني كثير من المنظمات لا تريد أن تخاطر بأعضائها للقناصة وأيضا للألغام المتواجدة على مناطق التمام. شكرا لك يا خديجة من تعز. أيضا من تعز باسم المهدي، أهلا بك باسم. أهلا وسهلا. أهمية العمل الطوعي في ظل الظرف الحالي التي تمر به البلاد برأيك؟ أهمية أول حاجة أشكر أشكركم على الاستضافة، أشكر السادة المتابعين. أهمية العمل الطوعي أن يعد العمل الطوعي جذابا للكثير من الأفراد والهيئات، وذلك نظرا لأهمية ومن أهمية العمل الطوعي أنه يزيد حواصر المحبة والترابط بين الناس، كما يعلي من نمائهم الاجتماعي وتماسكهم، يمنح الفرد رضا الله عز وجل كما ينال به الثواب والأجر، يقوي الشخصية، كما من أهميته أنه يقوي الشخصية ويرفع ما فيه من قدرات الفرد العلمية والعملية، ويعطي الفرد فرصة لتعزيز ثقته بنفسه والعمل على بناء ذاته وقدراته وتطويرها. ويعمل كذلك من أهميته يعمل على تنمية المجتمعات ويعلي من قيم الولاء للوطن، وينقل الفرد من حالة الخمول إلى حالة الإنتاج والاستفادة من هذه الطاقات بأفضل وسيلة. طيب الوضع الحالي للمتطوعين وضع الحرب، هل تعتقد أنه الظروف تكون مهيئة لنجاح هذه المبادرات أم تمثل عائق أمام أنشطتها؟ توجد تمثل بعض عوائق. كيف؟ من خلال يعني يعني كون المدينة محاصرة، وكذلك بعض المناطق اللي هي مكشوفة للقناصة وقناصة ميليشيا الحوثي وأثر القصف العشوائي والقناصة، يوجد بعض الصعوبات اللي تواجهنا هنا. طيب شكرا جزيلا لك باسم. من اتصال آخر أيضا أمان الشيباني من القاهرة، وهي كانت حاضرة ضمن فعالية الأمس لتكريم العمل الطوعي في العاصمة المصرية. أهلا بك أستاذ أماني. أهلا بك أستاذ سامعي، شخبارك؟ الحمد لله، ربنا يحفظك. الحمد لله، احنا بخير وعافية الحمد لله، بس مرشحين من الجو، ممطر ما شاء الله في القاهرة. تمام. طيب بالنسبة كيف لمس دي أصداء الاحتفاء بالعمل الطوعي والمبادرات الشبابية في اليمن، برأيك كيف ستنعكس هذه الحفاوة والتكريم الذي حصل عليها الشباب على جهودهم في المستقبل يعني وأنشطتهم في الداخل؟ ما شاء الله، يعني كانت أمس الأجواء حلوة جدا، جميلة جدا في الفعالية التي حضرناها. كان حصول الشباب اليمني على المرتبة الأولى من الجائزة شيء مشرف لنا ويرفع رأس كل يمني، وكانت الفرحة كبيرة جدا، وهذا طبعا يعكس على التنافس في داخل في اليمن، في داخل الشباب، بانه انهم يبتكروا كذا اشياء تطوعيه تساعد لحل الازمه هذه ولمساعده الناس في داخل اليمن ان شاء الله باذن الله في العمل التطوعي. طيب ما المطلوب توفره للشباب ولهذه المبادرات حتى يكون لها تاثير اكثر في الميدان؟ طبعا هو بالنسبه للعمل التطوعي هو يعتبر اول شيء، هو بالنسبه للعمل التطوعي هو يعتبر عمل انك توفر وقت وجهد من عندك كمتطوع، لكن في الوقت الحالي العمل التطوعي اصبح شيء مهم جدا، والمطلوب توفره انهم يوفروا المناخ للشباب هذول الذي هم عاملين اعمال تطوعيه. انت عارف يا استاذي انه في البلدان الذي يكثر فيها الحروب، اللي فيها الحرب تكثر فيها الازمات والفقر والجوع والمرض والوباء، وينتشر الأمراض بشكل فظيع، فهنا يزيد دور العمل التطوعي في البلد، لأنه تكون الحكومة في هذه الوقت مشغولة في الصراعات، فهنا أصبح دور العمل التطوعي كبير، فهم محتاجين أنهم يساعدوهم على الوصول إلى الأماكن التي محتاجة إلى المساعدة الإنسانية. أنت عارف يا أستاذ أن العمل التطوعي في عمل تطوعي إنساني وفي عمل تطوعي غير إنساني. عمل تطوعي إنساني الذي هو أنك تضطر أنك تدخل إلى مناطق فيها ضرب نار،
وتعرضوا كثير من الـ من الـ من الـ من الـ المتطوعين الى ضرب النار، وقتلوا كثير من ضمنهم ريهام الله يرحمه وغيره من الشباب. فهنا هذه من المعوقات التي تعوق الشباب الى وصول الى مساعدة الاخرين. فالمطلوب انه يوفروا لهم الحماية، يوفروا لهم المساعدة الذي يستطيعوا انهم يمروا من هذه الاماكن من غير ان يتم اسرهم او يتم قتلهم من قبل الجهة المتحاربة القناصة. وكذلك توفير الغذاء، توفير كل ما يحتاجه المواطن اليمني في داخل اليمن في خلال هذه الأزمة. كذلك يعني يغرز في داخل الكثير من الشباب انه يصبح انه يجب ان نتعاون كلنا لحل هذه الازمه، ولن تتم حل هذه الازمه ولن تتم اي مساعدات غير بانه يصبح يد وحده ويتكاتفوا لانتشار جهود العمل التطوعي هذا. طيب الشباب العاملين في هذه المبادرات دائما يشكون من عدم وجود دعم، وتحديدا الدعم المادي لمشاريعهم. نعم. الآن الظروف ربما هي ظروف حرب وأزمات، الناس يعني يحتاجون لوجود هذه المبادرات الشبابية، وأيضا هناك دعم وتمويل من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، الحديث عن ملايين إن لم تكن مليارات الدولارات تقدم لليمن كمنح. هل تحصل هذه المبادرات على دعم؟ يعني ولماذا لا يتم التعاطي والتعامل معها بجدية من قبل المنظمات الدولية ودعمها وتمويلها؟ أين تكمن المشكلة؟ هل عدم ثقة أم ماذا؟ نعم أستاذي، هو طبعا للأسف ذوي الضعف النفيسة النفوس الضعيفة كثيرة الذي يأخذ المعونات لغرض أنه يساعدوا الشعب اليمني ويعينهم في هذه الأزمة، ولكنهم للأسف يتمصلحوا في هذه المبالغ لمصالحهم الشخصية. فهذا مما أدى إلى عدم ثقة المنظمات الدولية في هذه في لهؤلاء الناس. فالمطلوب أنه يتم رقابة، يتم رقابة من قبل منظمة تنزل لجان هي التي تقوم تضع يدها مع بيد الشباب المتطوعين الشرفاء الذين محبين للوطن والذين محبين للعمل التطوعي، وبكذا يتم توصيل المعونات ليس عن طريق مثلا شيوخ القبائل أو عن طريق بعض المتمصلحين، لا، لجان من قبل المنظمات الدولية وبجانب الشباب المتطوعين الذي هم محبين الوطن يسلمون المعونات إلى يد الشعب اليمني، إلى يد المحتاجين يدا بيد مش عن طريق وصيف. فالمحتاج اليمن الآن، نحن الآن في وضع حرج جدا، احنا محتاجين، الشعب محتاج ليأكل ويشرب ويتعالج، هذا اللي احنا محتاجينه. فأنا من خلال قناتكم المجيدة أقدم وأطلب وأرجو من المنظمات الدولية أن تقف معنا وقفة قوية جدا، وتقف مع الشباب المتطوعين وقفة قوية جدا، يعني توجه كل اتجاهاتها نحو الشعب اليمني لمعونتهم في هذه الأزمة، وأن توفر لهم كل أساليب الدعم، والدعم المادي والدعم النفسي والدعم المعنوي بكل شيء. يا أستاذي ليست الأزمة هي أزمة غذاء ومرض فقط، ولكن أزمة نفسية بشكل كبير، والمتضرر منها الأطفال. الآن أصبح الأطفال هم المتضررين بشكل كبير، فإحنا في اليمن محتاجين لدعم المنظمات الدولية بشكل أكبر، ولكي تضبط هذه العملية ضروري أن يكون في رقابة وفي متابعة من خلال رفع التقارير ومن خلال مقابلات مع الناس الذي فعلا تم توزيع لهم هذه المعونات. شكرا لك يا أمان الشيباني. من الحديدة اتصال محمد مسعود، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا أستاذ سامي. محمد، الحديدة تشهد مواجهات وقتال خلال هذه الفترة، هل ما زال هناك مجال للمبادرات الشبابية للعمل في ظل هذه الظروف التي صحيح. الوضع في الحديدة لا يخفى عليكم، كما تعرف أن الوضع في الحديدة متوترة جدا بقرب الاشتباكات ما بين القوات المشتركة وما إلى ذلك. التطوع المجال هو مفتوح للكل، فما زلنا إلى الآن نقدم كل ما نستطيع له، ولكن نواجه صعوبات من السلطات الأمر الواقعية. فأنا من
الترهيب والتخويف و يعني المنظمات حقهم هي فقط تشتغل غير المنظمات او المطوعين عم يسمحوا لهم يشتغل. لازم تصريح منهم، اصبحت شروط معقده من اجل نتطوع او نحاول نقدم خدمه من اجل التخفيف عن المواطن التعبان الفقير الذي انكته الحرب. ما هي هذه الاشتراطات؟ يعني ما الذي يضع هذه الاشتراطات ويعقد الامور امامكم كمتطوعين؟ سلطات الامر الواقعي الذي بين قوسين انصار الله، اللجنه ما تسمى بالوحده التنفيذيه، هي الوحده التنفيذيه هي التي تسير عمل المنظمات المجتمع المدني كخط الحديده. طيب هل هذه الاشتراطات هي مفروضة على الجميع أم هي بهدف ربما فقط إتاحة العمل لجهات معينة دون غيرها يعني أيضا؟ بالضبط بالضبط يا أستاذ سامي. أستاذ سامي، في منظمات أو مؤسسات جديدة أو حديثة الإنشاء هي فقط التي تتم تشغيل وتوزيع المعونات التي توصل عبر ميناء الحديدة، وهي التي يتم توزيعها بنسبة ما يقارب من 10 إلى 20% فقط إلى غيره، والباقي يتم بيعها في السوق السوداء. المواطنين ما يستفيدوش منها بنسبة 20% فقط لا غير. شكرا لك محمد من الحديدة، شكرا جزيلا لك. طيب في ننتقل للمحور الثاني في هذه الحلقة، فبعد جهود حثيثة ومساعي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث ودول غربية عدة، انطلقت أخيرا جولة جديدة من المشاورات اليمنية في ستوكهولم في السويد، حيث توجه أنظار اليمنيين إلى هناك أملا في أن يصل وفد الحكومة والانقلابيين إلى اتفاق يضع حد للحرب والمآسي الناجمة عنها ويؤسس ربما للسلام. سنخصص هذا المحور الثاني وسنطرح التساؤل عن ما الذي ينتظره اليمنيون من هذه المشاورات، وهل ستسفر عن نتائج مثمرة ترتقي إلى مستوى الأمل التي يعقد على هذه المفاوضات اليمنيون. اتصال من الصين الأخ عيسى راوح. أهلا عيسى. أهلا أستاذي. عيسى، إلى أي حد أنت متفائل بمشاورات ستوكهولم في السويد؟ والله أخي العزيز، والشعب اليمني لديه تجارب سابقة من هكذا مفاوضات، لذا لن نرفع شق تساؤلنا إلى حد كبير، لكننا نأمل أن يفوت المتحاورون هذه الفرصة لإحلال السلام في بلادنا، لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة المتاحة لإحلال السلام في اليمن، والذي لا يمكن التكهن في الوضع في حال سارت هذه المفاوضات ناحية الفشل. أنا في اعتقادي أنه لن يكون هناك حل سياسي للأزمة حتى مع وجود ضغوط على الحوثيين من خلال الالتزام بشروط مسبقة، لأنهم ذهبوا من أجل الحضور فقط ولن يتم الوصول لأي اتفاق، لأنهم لا يريدون أن يكون للرئيس اليمني هذه أي مستقبل سياسي، بالرغم من الحديث حول الإفراج عن المعتقلين وما تريده الأمم المتحدة من الإشراف على ميناء الحديدة. لذا في اعتقادي أن القتال سيعود من جديد بعد هذه المفاوضات. طيب برأيك أنت عيسى، ما هي أهم الملفات التي يفترض أن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات؟ أهم الملفات التي يفترض أن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي هو الملف الإنساني، لكون الملف السياسي ملف شائك ويحتاج له إلى كثير من جلسات المفاوضات أو جولات من المفاوضات القادمة، لكونه ملف شائك تتداخل فيه دول إقليمية ودولية. لكن الملف الأهم أعتقد أنه يكون الملف الإنساني، والتي يندرج ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، ونأمل أن يخرج المتحاورين بتوافقات مستعجلة في هذا الجانب تخفف من أعباء المواطن اليمني، وأن يتم ترجمتها على أرض الواقع ولا تظل حبيسة الأتراك. أعتقد أن الجانب الإنساني سيكون له النصيب الأكبر من هذه المفاوضات. طيب عيسى، وفق متابعتك لما حدث بالأمس واليوم في السويد، هل تعتقد أن الأمور مبشرة بالخير؟ أخي العزيز، نحن نحاور ميليشيات لا تعترف بالحوار، تعترف بقوة السلاح فقط، حتى ولو ذهبت إلى طاولة الحوار فهي ستذهب من أجل تكتيكات آنية لغرض تثبيت تجنيدتها السياسية أو لتثبيت موقعها في الميدان في حالة أنها حست وشعرت بالهزيمة المسبقة. لذلك أعتقد أن
الحلول السياسية أو الحل الشامل للأزمة اليمنية لم يكن خلال هذه المفاوضات، وإنما سيحتاج له جولات مفاوضات أخرى إذا تم الاتفاق على إجراءات من الثقة بين الطرفين والمتمثلة في الجانب الإنساني مثلا، والجانب الإنساني والإفراج عن المختطفين من كلا الجهتين وما إلى ذلك من إجراءات بناء الثقة. إذا تم التوافق عليها في هذه الجولة يمكن أن يكون هناك جولات مفاوضات أخرى لبحث الملف السياسي والعسكري. شكرا لك عيسى من الصين. اتصال من تعز محمود. أهلا بك محمود. أهلا حياك الله أستاذ. ما الذي تنتظره كمواطن أنت من مفاوضات السويد؟ يا أستاذ إحنا ننتظر من مفاوضة السويد كمواطنين وكشعب يمني ننتظر أن يكون هناك حل دائم ومستدام لهذه الحرب العبثية التي عانى منها الشعب اليمني بشكل كبير جدا، وأن يكون هذا السلام الدائم قائم على أساس استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وأن يكون تفرض الدولة سيطرتها على كامل التراب اليمنية من صعدة إلى المهرة، وأن تكون مرجعية السلام أن تكون مرجعية الأساسية التي تقوم عليها السلام هي المرجعية الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية، المحلية مثلا المخرجة للحوار الوطني، والإقليمية مثلا المبادرة الخارجية، والدولية مثلا بالقرارات الدولية قرار 2216 على أن تستعيد الدولة مؤسساتها وأن يسلم كامل السلاح للدولة وأن تكون الدولة هي المسيطرة على هذا السلاح. طيب ما المدخل الصحيح من وجهة نظرك حتى نصل إلى هذا السلام الدائم والمستدام؟ يعني ما الذي يفترض أن يكون اليوم مطروح من الملفات على طاولة المفاوضات؟ ما أهم هذه الملفات؟ أهم هذه الملفات يا أستاذ هي أن أستاذ الفضل أن يكون التركيز بشكل مباشر على الحرب تحقيق بإعادة فرض سيطرة الدولة وهيبتها على كل مؤسسات الدولة وعلى كل الأرض اليمنية من دون أن يكون وأن يكون ذلك على أساس المرجعية الثلاثة المتفق عليها والمتعارف عليها. دون ذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك سلام حقيقي، وإنما سيكون هناك تأجيل وتأسيس إلى دورة قادمة من الحرب وسيستمر الحرب إلى فترة أطول إذا لم تكن مرجعية الثلاثة هي الأساس في إنهاء هذا الحرب. شكرا لك محمود من تعز. اتصال آخر. نبيل الفقيم المغرب. أهلا يا نبيل. السلام الله عليك يا سامي. وعليكم السلام. نبيل، إلى أي حد أنت متفائل بمشاورات السويد؟ لا يوجد تفاؤل ولا يوجد طموح، وليس أنا فحسب، يعني هذا المتابع للمسيرة الحوثي منذ أن صعد ومسيرتهم التاريخية هم غادر وخيانات، أو كذلك منذ ظهورهم من دول 2004، وإذا فتشنا في إرشيفهم في المعاهدات أو الاتفاقيات سنجد آلاف الاتفاقيات، أو أقصد مئات الاتفاقيات نقضوها مع علي عبد الله صالح، وآخرها السلم الشراكة الذي كان على اليمنيين جميعا، ونقضوا كل المواثيق والعهود. أقسامي إذا كان هناك تفاؤل لا نحلم، نحن نريد أن يكون هناك الأمن والاستقرار ويعم البلد ويكون تفاهم، لكن لا وجود شيء على الأرض، يعني لا يوجد شيء أو مبشرات على الأرض أو حتى إطلاق مختطفين حتى تسليم الأصنة. لكن أنت تعرف أن القرار 2216 نزع السلاح وتسليم السلطة إعادة السلطة الشرعية وغيرها لم ينفذ شيء، وهذا من الأمم المتحدة وقرار الأمم المتحدة. فلذلك إذا الأمم المتحدة هي تدير أزمة أو تجلب أموال لها سواء في المنظمات أو غيرها تدير أزمة ليس إلا، يعني وبالأخير القرار بيد الدول الكبرى لا بيد المجلس الأممي وليس بيد الأمم المتحدة. هناك قرارات دول الكبرى هي التي تهيمن على هذا القرار. الأمم المتحدة تستطيع أن تسير إغاثات نوعا ما، لكن لا تستطيع أن تفصل في القضايا المفصلية أو الكبيرة،
والدليل على ذلك العراق وسوريا وغيرها لم تعمل شيء. على الواقع أخي الكريم يعني كل حتى المواطن البسيط يعرف أن المشاورات هذه فاشلة ولن تؤتي بأي ثمار، لأن الحوثي متمدرس والحوثي لا يتفاهم مع أحد، الحوثي يستمد شرعيته من السماء، فلذلك لا تستطيع أن تتحاور معه تحت السماء، فهو يقول أنه ملهم من الله وأنه غيره، وهذه هي مشكلة الجماعات الدينية. طيب ما دام لديه هذه القناعة، تعتقد هذه المرة ما دوافعهم للحضور والمشاركة والالتزام يعني بالظروف ربما الذهاب إلى السويد، يعني على عكس المرة السابقة ربما في جنيف؟ الضغط العسكري الميدان يعني هو الذي ألجأهم إلى هذا، الضغط العسكري في الحديدة أو في الذي يحدث في البيضاء أو في الأماكن في الجبهات على مختلف أنواعها. من يعرف الأرض؟ مثلا نحن نعرف في مأرب من نحن وأين نحن وأين قوة الشرعية وماذا تفعل وماذا يريد، ونعرف كذلك في تعز، ومنهم على الأرض يعرفون ذلك أن الخناق اشتد عليهم، لم يبقى معهم إلا قوتهم والبطش سواء في المدن الذي ما زالوا فيها واستنادهم إلى المجتمع الدولي، لأنه يريد أن يغرس في اليمن حزب الله آخر، ولذلك هم مع قراراتهم ومع غيرها. فلذلك لماذا لجوا إلى هذه الحوار بسرعة بعكس السابق؟ لأنهم كما قلت لك ضاق عليهم الخناق، وإلا بالله عليك أين المجتمع الدولي إذا كان يفكر ثلاثة أشهر أعتقد في الكويت لم يستطع أن نخرج بنتيجة واحدة منهم، لم يخرج بالاجتماع الكويت كامل طوال فترته الطويلة أطول حوار بالاتفاق على جدول أعمال، ما بالك بتسليم شرعية وتسليم سلاح وكذا. الحل هو القرار، أنا أقول لليمن واليمنيين الحل أو القرار هو بيد الجيش الوطني، هو المحاور الأساسي وهو المحاور الذي سيستعيد الشرعية بكاملها، ونحن أصحاب الأرض، وهذه الجماعة دينية لا يمكن أن نصل معها إلى طريق، وتأريخهم معروفة، وبالأخير هم متمردين وباعتراف العالم والشرعية مستمدة من الشعب، وهذا ما نعول عليه، لم تتنازل عن أي قرار عن أي شبر في الوطن. كذلك اتضحوا كثيرا بعد مقتل صالح، وهي بالذكرى الأولى لمقتل صالح، اتضحوا للجميع لأنصار صالح الذي كانوا مخدوعين به أو للذين ما زالوا متحالفين معهم أن هذه الجماعة لا يمكن أن تقبل بأحد، هذه الجماعة تريد أنها ذات سلالة وأنها هي طبقة يعني كما يزعم اليهود أنهم أحباب الله، وهؤلاء يقولون أنهم أنصار الله، ومن هذه لا يمكن أن نتحاور معك ولا يمكن أن نلتقي معك لأنك أنت مستمد من فوق السماء وأنا أتحاور معك تحت السماء. فلذلك هذه الجماعة لا يمكن ولا يمكن، وأنا أقول لك والكثير وليس كلامي وكلام كل الناس أن هذه المحادثات وهذه المشاورات فاشلة، وهي إدارة أزمة ليس إلا لمرحلة جديدة قد يفرض عليها من هنا أو هناك على الشرعية أو ضغوطات أو غيرها. شكرا لك نبيل، شكرا. حول الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب نستعرضها معكم. طبعا غالبية اليمنيين لا ينتظرون من هذه المفاوضات سوى الفشل كسابقاتها من المفاوضات، غير أن كمية الإحباط هذه المرة أكبر، وذلك لهشاشة وترهل الأساس الذي قامت عليه هذه المفاوضات من جانب الشرعية. شرعية لا تمتلك أدوات ضغط ولا حتى قرار، لن تحقق شيء. بينما وفد الإنقلابيون يطرحون شروطهم بكل تبجح وبلا خجل، ووفد الشرعية يتوارى خجلا كمن يحمل جنين خطيئة. لو تراجع التحالف قليلا خطوة واحدة للوراء وترك اليمنيون يهتمون بشؤونهم بأنفسهم دون أي وصاية يديرون بلادهم، لكان ذلك موقف معززا للقوة التفاوضية للشرعية. أما أنك تفاوض الحوثي على الانسحاب من المدن والإفراج عن المختطفين بينما الإمارات تسيطر على أكثر من مدينة، وتسيطر على مصادر إيرادات البلاد، وتعتقل مئات الأبرياء في سجونها، فأنت هنا في موقف ضعيف، وتقف على منصة تفاوضية هشة لن تجني منها سوى الفشل والإحراج.
شخصيا لست متفائل من هذه المفاوضات، لأن الجماعة الحوثية معروفة أنها لا تلتزم لا باتفاقيات ولا بمواثيق ولا بعهود، حتى أنها لم تلتزم باتفاقية السلم والشراكة الذي فرضته هي وأجبرت بقية الأطراف على التوقيع عليه فوق ضغط السلاح، ومع هذا لم تلتزم به. أما الموقف يعني الملف الإنساني فلا يحضر في أذهانهم إلا حين تتقدم قوات الشرعية في الجبهات، وهو ملف يتم استخدامه لإنقاذ ميليشيات الحوثي عسكريا حين تكون في النزع الأخير. ما نرجوه حقا في هذه المفاوضات، تحياتي لقناة بلقيس وبرنامجها برنامج المنصة ولكافة المشاهدين. أقول بعد وصول الوافدين إلى مدينة ستوكهولم السويدية بأنني باعتباري واحدا من أبناء الشعب اليمني لا أعتبر في هذه المفاوضات أي تفاعل لهذا الشعب، بأنها لقاءات ومباحثات جاءت بعد أنهر من الدماء، جاءت بعد ويلات، فكيف يتم الاتفاق بعد أن ذبح الرأس ورمي بالجسد في براثني أو في قمامة أو في زبالة القمامات. ولكن رسالتي إلى المفاوضين من كلا الطرفين أن يتقوا الله في هذا الشعب، ورسالتي إلى المجتمع الدولي أن يدع هذا الشعب ويقف الحرب، لأن الشعب هو صاحب الدواء ويعرف مكمن الداء وليس بحاجة إلى من يتدخل في شؤونه. ولكن توقعاتي أن بعد هذه المفاوضات أنها ليست مجرد نزهة ومجرد سياحة وطواف حول العالم، باعتبار أن مدينة ستوكهولم مدينة خلابة ستنسي المفاوضين مآسي بلادهم وسيعودون كما أتوا إلى يعني كما عاد. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج منصة في أمان.